قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: عامة جمهور السلف من عوامهم إذا قال أنا سني فهو يقصد أني لست رافضيا، وهذا مما يدل على أنه لا ارتباط ولا توافق مع هؤلاء. بل قال رحمه الله كما في منهاج السنة قال: دع عنك ما يسمع وينقل مما خلا، يعني مما مضى، يعني ما يذكر عن هؤلاء الرافضة في التاريخ من الشر والفساد عظيم، لكن قال رحمه الله: أقرب لك بشيء يكون في واقعك. قال: دع عنك ما يسمع وينقل مما خلا، فإن كل عاقل إذا رأى الشر والفساد والفتن في الإسلام في زمانه أو ما يقرب من زمانه عرف أن معظم هذا الشر وهذا الفساد وهذه الفتن إنما هو من قبل الرافضة. بل قال رحمه الله قال: إنهم أعظم الناس فتنة وشرا وفسادا، فإنهم لا يقعدون عما يوقع بين المسلمين من الشر والفتنة والفساد والإيقاع بينهم. انتهى كلامه رحمه الله.